الحمد لله رب العالمين في السماوات العلى في البر والبحر وفي كل الدنا، ندعوك بكل صدق فأنت ربنا أن تحفظ بلدنا مصر، فليس لنا إلا مصرنا. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة مصر التعليمية، أهلا بكم في حلقة جديدة من في بيتنا مدرسة. حلقة اليوم ولقاء متجدد عن الأنشطة المدرسية. معنا اليوم في هذه الحلقة فقرتان، الفقرة الأولى بها الأستاذة ميرفت حسين معلم خبير جغرافيا. مادة الجغرافيا، أهلا بك يا أستاذة ميرفت. أهلا بحضرتك يا فندم. ومعنا طالبة من الطالبات الموهوبات في فن الرسم، الطالبة أمال أشرف، طالبة منتقلة نجحت ومنتقلة إلى الصف الثالث الثانوي، أهلا بك يا أمال. أهلا بحضرتك يا مستر. وطالبة أخرى متميزة في نشاط الصحافة والإذاعة المدرسية وتأليف الشعر والإلقاء، الطالبة دنيا عريش، أهلا بك يا دنيا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكم طبعا، إن شاء الله تبقى حلقة جميلة بيكم. أستاذة ميرفت، قبل ما نبدأ طبعا، السادة المشاهدين يعني مش فاهمين يعني إيه، أو بعضهم ميبقاش فاهم يعني إيه أنشطة مدرسية، فعايزين، أنا هبسط الأمور لحضرتك كده من خلالك، يعني أنا هبسط الأسئلة وحضرتك هتبسطي للسادة المشاهدين. الأنشطة المدرسية ناخدها كده على هيئة السؤال والجواب يجي من حضرتك. لو قلنا ما أنواع الأنشطة المدرسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأنشطة المدرسية فيها نوعين، نوع أنشطة نقول عليها صفية ونوع لا صفي. الأنشطة الصفية دي بتنحصر في داخل الفصل نفسه، زي مثلا المواد الأساسية بتاعتنا، اللغة العربية، التربية الدينية، الجغرافيا، التاريخ. يعني أبسط برضو مع حضرتك، يعني الأنشطة الصفية هي نشاط يقوم به مدرس المادة لتيسير وتسهيل طريقة التدريس إلى الطالبات والطلاب المتواجدين أمامه، يعني نقول عليها استراتيجية التعلم النشط. هو حضرتك ممكن بتاخد جزء من الحصة، النشاط تمام. الصفي بياخد جزء من الحصة، بعد المنهج بعد المحتوى في جزء من الحصة المدرس بيستخدمه كنشاط صفي داخل الفصل، بيشارك فيه كل الطلاب والطالبات، فيه المفروض بيشارك فيه كل الطلبة والطالبات داخل الحصة. امتى اوسعه شوية لما اقول عليه نشاط لا صفي؟ ده النوع التاني. خلينا بس في النشاط الصفي، عشان عايز اقول حاجه، الصفي دوت بيشترط تميز الطالب او الطالبه في موهبه معينه، ولا طبعا انا بتعامل مع كل الطلاب عشان اسهل لهم موضوع الدرس؟ هو حضرتك مش لازم يكون انا نفسي في الحصه، المفروض كمدرس بيشوف الموهبه قدامه بيطلعها من الحصه نفسها مع البنات او الاولاد، يعني مش شرط يكون الولد او البنت عنده موهبه، بالعكس المدرس هو اللي هيستنتجها وهيشوفها من خلال شغله معاه. طيب احنا هنرجع لحضرتك تاني عشان خاطر الموضوع ده فيه كلام كبير، خاصة طبعا ان انا على حسب طبعا معلوماتي ان حضرتك في موضوع الانشطة الصفية يعني عندك تميز، ويمكن تقريبا حضرتك حاصلة على المعلم الماسي على مستوى جمهورية مصر العربية، وده طبعا بيبقى عبارة عن تدريس او شرح دروس مادة الجغرافيا بأحدث التقنيات واحدث الاستراتيجيات التعلم النشط. هننتقل بقى للجزء الثاني وهو الانشطه اللا صفيه. طيب الانشطه اللا صفيه بقى دي اللي هي الرسم والموسيقى والحاجات دي. الانشطه اللا صفيه هنا بخرج بقى بعد يعني الفصل كده خلاص صفي. لا صفي انا بخرج خارج الفصل خالص، سواء بقى بتجه للمكتبات، بتجه لتربيه رياضيه، تربيه فنيه، تربيه موسيقيه، صحافه، اقتصاد، اشغال، كل دي بقول عليها لا صفي. هنا بدي الفرصه للطالب، فرصه اكبر، وقت اكبر انه ينمي قدرته. ليه تعليق بقى على حته الانشطه اللاصفيه ديت، بحكم طبعا ان احنا طبعا زملاء في نفس المرحله، وهو أيوة. التعليم الثانوي، انا بحس ان احنا يعني هل احنا بنقسمها بطريقه للناس فيما يعشقون مذاهب، او ابسطها للمشاهدين بالمثل الشعبي اللي بيقول الرجل الدب مطرح ما تحب؟ يعني ايه؟ يعني امال متميزه في الرسم او ما احطها في الرسم طبعا، دنيا متميزة في الإذاعة المدرسية أو في الصحافة حطها في الصحافة، ولا الموضوع ده احنا عايزين نتكلم بصراحة، احنا مدرسين وعايزين نتكلم بصراحة عشان خاطر أبنائنا يدخلوا الموهبة اللي هم عايزينها، ولا دي بتحكمها الأعداد؟ لا طبعا ما بيحكمهاش الأعداد خالص. احنا انت حضرتك انا كنت بشوفك في أول السنة. أيوة في أول ماشي السنة على الفصول بتلفي، قولي اشرحي كده بتعملي ايه؟ الأول احنا بنعمل ورق بيعرف البنت معنى مثلا نشاط المكتبة، يعني ايه المطلوب علشان تبقى تدخل نشاط مكتبة، النشاط التربيه الفنيه ايه يا ترى، يعني بنمر برده على الفصول كده اقول مين عنده موهبه مثلا في الرسم، مين عنده موهبه في الموسيقى، وهكذا، لان ما ينفعش ادخل بنت تكون عندها موهبه في الموسيقى وادخلها اقتصاد منزلي. حصل عندي بقى ازمه في بعض المواد وانا محكوم بعدد، يعني مثلا
عندي البنات اللي بيحبوا الموسيقى واللي فعلا عندهم موهبة كتير، وبعد كده عندي اللي عايزين الرسم اقل. هعمل توازن واخد من هنا احط هنا، ولا المعيار هيبقى ازاي؟ هل المعيار هيبقى بالناس اللي هم المقربين من أبلة الموسيقى هاخدهم، ولا انا عايز برضه؟ بص احنا بنتكلم بكل صراحة عشان خاطر دي امور مهمة جدا، وخاصة ان في الفترة اللي جاية النشاط هيبقى عليه درجات. يعني هو السيد حضرتك وزير التربية والتعليم هينزل نظام جديد للثانوية العامة، هيبقى النشاط عليه نشاط درجات. الأساس. فعايزين نعرف المعيار ايه، عشان حضرتك بوصفك مسؤولة الأنشطة في مدرسة ثانوية في إدارة حدائق القبة. هو حضرتك بيتم ازاي؟ عن طريق مثلا عمل اختبارات، يعني مثلا في اتنين عندي داخلين موسيقى، تمام، وواحده لسه مبتدئه ما تعرفش اي حاجه خالص عن الموسيقى، بس هي شبطانه في الموسيقى، بيبقى بيحصل كده. بعد جديد زمايلي حضرتك قلتولي طبعا، فعلا ما كنتش عارفه. زمايلي دخلوا موسيقى، انا هدخل معاهم. ممكن البنت دي ما يكونش عندها اي نوع من الموهبه خالص، فبيحصل في مدرسه الموسيقى بقى اللي بتساعدني في الموضوع ده، بتشوف الاتنين وتعمل اختبار بسيط جدا للاتنين، اللي بتفوز فيه هي اللي بتفضل في الموسيقى، طيب مش ان هي اللي بتكون عارفاها. خلاص انا فهمت قصد حضرتك، بالظبط يعني الفيصل هنا في حالة تكالب وتزاحم الطلاب او الطالبات بالظبط كده، على مادة معينة او على نشاط معين، يتم اختبارهن باختبار يقيس قدرتهن حتى نستطيع ان نصل الى من تدعي الموهبة والى من لديها الموهبة الايه الحقيقية. اما بالنسبة للي هم عايزين يتعلموا الموسيقى فهناك انشطة لا صفية ولكن انشطة صيفية بعيدا عن بالظبط. الدراسة يستطيع ان يلتحق بها اي انسان ايه مبتدئ. طب نيجي لبناتنا كده الشطار ونشوف امان. الكلام طبعا اللي قالته الاستاذه ميرفت ده كلام مهم قوي قوي، وانت طبعا طالبه في نفس المدرسه اللي فيها استاذه ميرفت. اول السنه انت اخترتي نشاط ايه؟ الأول كنت رسم، الاول كنت رسم، أو بعد كده وبعدين ده كان في أولى ثانوي كنت رسم، بعدين حاولت تانية ثانوي رحت صحافة. سبب معين خلاكي تحولي من الرسم للصحافه؟ لا عادي يعني، بس يعني بتتنوعي بين الايه؟ بين الانشطه. انت موهبتك في الايه؟ في الرسم في الرسم. يعني لو جينا نقول كده ازاي اكتشفت ان انت بتعرفي ترسمي؟ يعني وانا صغيرة كنا بنقعد، كلنا بنقعد نرسم مع بعض انا واخواتي احنا وكده. هنحضر طبعا رسوماتك في الاستوديو عشان هنعرضها لك كمان شويه، بس هندي نديهم بس الاشاره بس ما نسمعك. قولي. ايوه كلنا كنا بنقعد نرسم مع بعض، فيعني بابا وماما لاحظوا ان انا رسمي مميز شوية عنه، بس ومن هنا بقى ابتديت ارسم يعني. بابا شجعك على انك ترسمي؟ جدا، وماما كمان. في انت شايفه ان في علاقه ما بين الرسم كموهبه تحتاج الهدوء وبين شخصية الإنسان؟ يعني سؤال بصراحة كده، المشاهدين بيحبوا أوي الفنانين يعرفوا حياتهم الشخصية، وإحنا هنتعامل معاكي على أنك إيه فنانة حتى يثبت الإيه العكس. طيب أمال أنت شخصيتك مناسبة لهواية الرسم ولا في اختلاف كبير أوي بين الهواية وبين الشخصية؟ يعني ممكن اكون شوية بحب الهدوء، ساعات تانية بحب اقعد مع الناس يعني أنا ساعات. هسأل بابا في التليفون بعد الحلقة، بهادية في البيت يعني؟ يعني شوية. طيب الرسم عندي كان حاسس انه ليه فلسفه. انا قريت على صفحتك، لما انا طبعا ما كنتش يعني اعرف صفحتك على الفيسبوك، بس لما فتحتها قريت عباره لفتت نظري قوي وحسيت ان انت ليكي فلسفه قوي في الرسم. كاتبه الرسم حياه تانية خالص. عايزك تشرحي كده للساده المشاهدين يعني ايه الرسم حياه تانية خالص. يعني مثلا ساعات بكون متضايقه من يعني من المذاكره من الدنيا كده عادي، وبخرج في الرسم يعني. اول ما ابتدي ارسم بحس ان انا يعني ايه، في دنيا تانية خالص، خلاص انا نسيت كل اللي كان بيحصل وانا كنت متضايقه ليه، بحس ان خلاص يعني انت بتحبي كان انهي نوع مفيش. من الرسومات؟ بحب الرسم العادي، وساعات بحب برسم كاريكاتير عادي. تمام. انت رسام مقلد ولا رسام مبتكر؟ بمعنى يعني ممتع. بترسمي انت صور من ابتكارك؟ في ناس كده تحب يجيب نقطة زرقاء كده ويحطها في وسط لوحة بيضاء ويقول النقطة الزرقاء في حياة الإنسان مثلا وهو فاهمها وده فن، لكن أنا بتكلم على انت بترسمي مناظر بتعجبك على الفيسبوك او على تويتر او على اي نت وتقومي رسمها، ولا بتحبي تبتكري من دماغك؟ يعني لا، بتبقى يعني يا اما احنا مثلا احنا معانا مستنداتك على فكره، رحنا سيديهاتك معانا، وهنعرض دلوقتي في التلفزيون وهنعلق على صورك وانت هتعلقي لنا عليها. هنشوف كده الصور بتاعتك هتظهر معانا على الشاشه ونسالك الصوره دي عشان يبقى الكلام من خلال الصور. اول صوره جت لنا هي صوره طبعا علم مصر وتحتها اتنين جنود من جيش مصر العظيم، وتقريبا عشان برضه مش شايف الصوره قوي، في صوره امراه بترمز او فتاه بترمز لمصر. الصوره دي جبتيها منين او ايه اللي لفت نظرك في الصوره ومين اللي اشار اليك ترسميها؟ الصورة كنت في نشاط الصحافة، تمام. ميس مؤمنة كنا بننظم مع بعض هنرسم ايه وكده، وبعدين شفنا ان احنا راسمين حاجات يعني شوية سياسية، ففكرنا لو عملنا حاجة وطنية يعني شوية، فالميس جابتها يعني.
تفضلي النوع ده من النشاط يا مس ميرفت، النشاط اللي فيه حس وطني كده، اه طبعا اه يعني طبعا، ده بيبسطك كمدرسة؟ بيؤدي للانتماء، يعني بتخلي عندها انتماء للبلد وانتماء للموهبة بتاعتها ولمادتها. لا طبعا كويس طب انت جدا. دنيا اه يعني برضو انت مش هتبقي القاء وبس، برضو هتقيمي صورة زميلتك دي، ايه رأيك فيها؟ نشوف صورة تانية كده وتقولي لنا رأيك يا دنيا فيها. صورة كده اللي تانية هتتعرض قدامنا دلوقتي وتقولي لنا انت رسمتيها ازاي. ده بورتريه تقريبا لحد مشهور. طب الاول قبل ما نشوف رأي دنيا، لا هي دي ابتكارية، يعني كان دماغي مين؟ طب هنعرض الصور كده مش ورا حد بعضها، معين. دي صورة ابتكارية. طب دي امرأة، يعني قولي لنا الصورة عبارة عن ايه، وصفيها. ده بنت، هي امرأة يعني ست بتعيط. ست بتعيط، اه يبقى ده انعكاس لشخصيتك، كنت في وقت من الاوقات حزينة. بعد كده الصورة اللي جاية كشفت انتمائك، وطبعا احنا ما بنعلقش على اه انتماءات، ولكن ان انت طبعا بتشجعي النادي الاهلي، دي حاجة خاصة بيكي. بس انت ليه رسمتي البادج دوت او الشعار دوت؟ هو كان في الوقت ده اصلا ماتش الاهلي شغال، اه فاحنا تقريبا كنا بنخسر يعني احنا بنشجع المنتخب عامة. اه فاحنا كنا بنخسر، فانا يعني ايه حبيت اعمل حاجه يعني ابين بيها انتمائي للنادي حتى لو هو خسر يعني. طيب نشوف الصورة اللي جاية. دنيا قولي لنا انت بقى ايه رأيك في الصورة دي، برضو صورة دي حد، سهله بقى. حد تقريبا ده شخص، دي حد. لا دي يعني بيتهيألي والله، بس انا كنت جايباها في فيديو تعليمي من على اليوتيوب وكده، اه وكانت وعجبتني وعملتها يعني. ماشي ماشي. تمام. نشوف الصورة اللي بعد كده، دي صورة كرتون. فار وجزرة دي ولا اه أرنب وجزرة؟ لا فور. صورة فار وجزرة؟ طب الفار بياكل جزر؟ لا اصل هو في كرتون كان عن ان الطبخ مش لاي حد، يعني قصدي الطبخ يعني ممكن يكون لاي حد، فالفار ده الطباخ، كمان الطباخ، الفار الفار الطباخ. الطباخ. فار آه لا لا، الطباخ. ده كرتون، انت تسألين انا عن الكرتون. اه اتفضل يا استاذنا نشوف دي، ده الفراولة تقريبا او الستروبري. ستروبري. ديت بتتفرجي على كرتون يا دنيا؟ اه دنيا بتشوفي الكرتون دوت؟ اه بشوف الكرتون طب ده. هنجيب لك حاجة بتحبيها بقى بعد ديت، في تاني ايه؟ ده قولي قولي يا دي امال. كانت يعني على ان في ناس يعني في ناس بيملك وشها الحقيقي في اول مرة يعني بتعامل معاها، ممكن تكون هي اصلا مش كويسة او ناس يعني مش طيبة من جواها، فهي كانت الفكرة ايه، هي نص ست ونص نمر يعني. اه يعني انت اه ليكي فلسفه في الصوره ديت، مش صوره كده اعتباطا اه يعني. طب نشوف الصوره اللي بعد كده، عايزين نشوف الكاريكاتير بقى بتاعك عشان تعلقي لنا دنيا عليه. بقى. ده صوره، الصوره دي متداخله، رسوم كتيره في بعضها. اه ده فن اسمه دودلز. اه لا قولي بصوت عالي عشان مش عارف اقوله، دودلز اللي هو ايه، عباره عن ايه بقى الفن ده؟ آه عبارة عن انت يعني بنعمل شكل مثلا اسد او نمر او اي حاجة او قلب، وبندخل جواه يعني ايه رسوم بتبقى يعني بتعبر عن الفرحة، يعني مثلا وشه وبيضحك، بنعمل بقى بنفضل نحطهم جنب بعض لحد ما الشكل يتكون. الرسوم، تداخل الرسوم مع اه بعضها يعني. ماشي الصورة اللي بعد كده، ده كرتون كرتون. بيتهيألي، كرتون مين دوت؟ لا دنيا بقى، ده عارفة يا دنيا الكرتون اه ده؟ كرتون. آه ده لا مش عارف، طيب ده قولي. أرنوب وأرنوب. طب أرنوب وأرنوبة، ماشي ديت؟ دي كانت آه يعني كانت صورة آه في 3 أفيال يعني الكبير اه ثلاث أفيال فوق بعض يعني. اه فكانت مزخرفة فعجبتني جدا. ماشي شوف الصورة اللي بعد كده، ده سبونج بوب بقى يا دنيا، اه بتتفرج عليه يا دنيا؟ اه بتفرج على سبونج بوب. بتتفرج عليه طبعا. ده كان تقريبا في المشهد ده كان في ايه بالظبط؟ كان في يعني ما هو ما جاش في الكرتون بس انا حفلة شفته. زفاف تحت البحر يعني، او ايوه. تخيل منك يعني، ده مشهد تخيلي. لا هو كان في صورة بس انا حبيت اعملها. طيب ماشي. ده بقى الصورة دي جميلة جدا، ويمكن من أحسن الصور اللي شفتها أنت يعني، رسمها جايبها من على من من على جوجل. الفيسبوك. الصورة دي طبعا بتعبر عن ايوه. انجذاب أبنائنا وبناتنا لمواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وواتساب وغيره وغيره وغيره، من الحاجات اللي خلت ابنائنا ما بقوش عارفين يذاكروا. اه هم ازدادت علاقاتهم الاجتماعيه، يعني بيكتسبوا علاقات جديده، بيكتسبوا اصحاب، بيكتسبوا عادات، بيكتسبوا تقاليد، بيتعلموا حاجات، ولكن مش مطلوب مننا ان احنا ننجذب نهائيا الى مواقع التواصل الاجتماعي ونسيب مذاكرتنا. وانا عايز اسمع تعليقك يا مس ميرفت على الصوره دي بالذات، لان هي جايبه انسان مربوط برجله من تويتر، ومربوط من انفه بفيسبوك، ومش عارف من ودنه من بواتساب والحاجات دي. تعليقك ايه على الكلام هو ده؟ حضرتك هو طبعا الفيس والكلام ده كله هو ده يعني في نقمة ونعمة تمام، يعني يعني. سلاح ذو اه حدين. بالظبط كده، يعني مثلا انا لما هنشغل جدا بالتويتر او هنشغل بفيس او الواتس والكلام ده كله هبعد عن موهبتي، يعني بياخد مني وقت كتير جدا وبيسرقه بالفعل. بيسرقه بالفعل.
لو انا عندي موهبه وانميها مثلا من خلال جوجل زي ما هي عملت او اتفرجت وبقت تقلد او بترسم منه تستفيد منه ماشي، لكن هو بيضيع الوقت بطريقه رهيبه. وبعدين مش مستحب كمان بصوره مستمره كده زي ما احنا شفنا الصوره يعني مشتت، هو خلاص بقى مش قادر ينفلت فعلا منه. فعلا ده هو مربوط من كل حته. انا عندي نموذج حي، عندي نموذج حي واقعي والله ما بكذب، يعني بقول للساده المشاهدين اقسم بالله، والنموذج معانا هنا، نموذج لا يعرف يعني ايه فيسبوك ويعني ايه واتساب. طبعا دنيا عريش لان انا لما اتصلت بدنيا عشان خاطر تيجي، وعلى فكره الدنيا يمكن ما كانتش في القاهرة وجات مخصوص عشان تصور مع القناة وعشان خاطر تعرض موهبتها قدام السادة المشاهدين. بقلت لها طب ابعتي لي حاجة على الواتساب او ابعتي لي حاجة على الفيسبوك، قالت لي انا لا عندي فيسبوك ولا عندي واتساب. وطبعا انا ما زعلتش يعني ما اتريقتش ولا مأسخر منها، بالعكس ده انا احترمتها. واتمنى ان كل بناتنا واولادنا يعني احنا مش هنقول ان ما بقاش خالص يعرفوا خالص، ولكن يبقى فيه اعتدال، يبقى فيه اعتدال يعني، وكان بين ذلك ايه قوامة. دنيا عريش موهوبة في حاجات كتير قوي، ويمكن انا اول مرة شفتك قلت لك يا دنيا انت مشروع مذيعة، مش عايز طبعا بس طبعا انت مش جايه نفس حد هنا في القناه، بس انت فعلا قلت لك انت مشروع مذيعه، انت مشتركه في نشاطات ايه في المدرسه؟ انا النشاط اللي انا يعني بحبه جدا نشاط الصحافه من صغري، من ابتدائي وانا بشترك في نشاط الصحافه على طول. تمام، وايه تاني في المدرسه؟ مشتركه في حاجات كتير قوي، مثلا بالنسبه للقران الكريم مشتركه ديني، في المكتبه برضو مشتركه، بحب اقرا كتب وادخل في مسابقات مكتبه وكده. انا عماله اقول مذيعه وانت ما ذكرتيش اصلا الحاجه الاساسيه اللي انا لا نشاط الصحافه. لا ما قلتيش الاذاعه المدرسيه. الاذاعه المدرسيه كل يوم بطلع في المدرسه. انت نجمه الاذاعه المدرسيه، بتقدمي يعني قولي لي كده هتقدمي الاذاعه المدرسيه مقدمه كده من اللي انت حافظاهم بتقدمي بيهم الاذاعه المدرسيه؟ مقدمه اوكي، بس انا هقولها بالنسبه لمدرستي يعني. مدرستك، انا عارف مدرستك. انا عارف ان انا فاجئتك بس قوليها. اوكي، اسمعوا واو يا طالبات مدرسه السلام، برجاء الانتباه للكلام بعد التحية والسلام، مجلتنا الصوتية جاية رفع الأعلام، بتقول هنقدم لكم إذاعة تمام، نبدأها بأحلى كلام ومع القرآن الكريم للطالب. نبينا هدينا رسول الأنام، نبينا محمد عليه السلام، صدق رساله بخير الكلام، فهو الشافع وهو الإمام، فمعه خير ما نطق اللسان مع الحديث الشريف للطالب عليه الصلاه والسلام. لو انت بقى لا مش هنقدم بقيه الفقرات، احنا مش هنعمل اذاعه بقى مدرسه. ممتاز والله يا دنيا. طب يعني انا دلوقتي المفروض انت جه الاخراج قال الاستاذ احمد مش هيقدم الحلقه النهارده، وهنقعد دنيا مكان استاذ احمد او مكان اي حد مذيع وهتقدم في بيتنا مدرسه، هتقولي ايه لو انت مثلا قاعده مثلا مكاني وانا قاعد ضيف قدامك انا والاستاذه ميرفا، هتقدمي تقولي ايه؟ اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمستمعين، والنهارده حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه، والنهارده معانا ضيوف. نبدا باستاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دنيا واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ميرفا. اهلا بيك يا دنيا. والنهارده عندنا فقره وهي امال، وامال عندها موهبه في الرسم. اهلا بيك يا امال. اهلا بيك. يعني ان شاء الله بالتدريب. انت طبعا موهوبه وعندك استعداد، بس بالتدريب ان شاء الله تبقي احسن واحسن. نخش بقى على الموهبة الأساسية بتاعتك، نسمع حاجة من حاجاتك. انت يعني ليكي قصيدة، او عرفت ان انت بتألفي شعر صح؟ ويعني مش لازم انت تكوني بتألفي شعر زي كبار الشعراء، بس هو الشعر الناس يعني الأدباء لما عرفوا الشعر قالوا ايه؟ قالوا هو الكلام الموزون المقفى، يعني الكلام اللي ليه وزن وليه ايه؟ قافية. وفي العصر الحديث قالوا هو الاسلوب الذي يصور به الشاعر ماشي قالوا مشاعره واحاسيسه خلاص. فاذا الانسان حتى الشعر الحديث اللي بيتكتب حاليا ممكن ما يبقاش على نفس نظام الشعر العمودي بتاع زمان اللي هو اللي احنا خدناه زي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي الخ الخ. لكن الشعر الحديث ممكن واحد يقول كلمه واحده في سطر دي بقت بيت، وبعدين اسمه شعر التفعيله صح. تمام. طيب انا عايز اسمع منك قصيده اللي انت مؤلفاها، يبقى احنا كده بنناقش موهبتين دلوقتي، ونشوف بقى الحكم الاستاذ ميرفت والحكم للفنانه. لا خدي بالك الرسم دولت ناس عندها احساس برضه يقيموا موهبتك، ونحلل القصيده بتاعتك ونحلل القائك. ليه هنحلل القصيده؟ عشان القصيده انت اللي مؤلفاها، هنقول راينا ايه فيها بمنتهى الصراحه. تقمصي الدور كده بقى. هي الاول قصيده نوعها ايه؟
هي قصيدة باللغة العربية، يعني وطنية ولا أو وطنية، هي وطنية؟ بعنوان يا من بحب مصر تزعم. لا خلاص ده مية مية، أنا عايز الحلقة كلها تبقى وطنية عشان كده نحس كده إن إحنا بنرجع انتماء بقى. لأعزائنا المشاهدين أيام زمان، أيام ما كان مصر بتفوز في مباراة ونسمع في التلفزيون المصريين هم عايزين كلمة المصريين تملى الكون، ومش تملاه بس، ده ترجه وتهزه، فعايزين تأثري فينا كده. قصيدتي بعنوان يا من بحب مصر تزعمون، ارحموا صراخ مصر يا من تزعمون، أنكم بالفعل لها عاشقون، وخلف ستار الوطنية تتحدثون، بعد أن قررتم لها تدمرون، الآن أصبحتم على هلاكها متحدون، الآن باسم الشعب تتحدثون، يا من بحب مصر تزعمون. أين كنتم قبل ثورة يناير؟ أكنتم تنتظرون ثور الشعب حائر لتتصدروا الصفوف والكل لكم ينظرون؟ عجب عليكم يا من بمصريتكم تفتخرون، انظروا حال مصرنا الذي يبكي العيون، وكذلك حال العرب بالعراق وسوريا وفلسطين يستغيثون، ألا بحال أمكم ترأفون؟ ارفعوا عنكم رداء حب النفس الملعون، واجعلوا حب مصر قبلة لها تقصدون، يا من بحب مصر تزعمون. ارحموا أرض المساجد والكنائس والفنون، ارحموا مصر التي قهرت رجاله كانوا رموزا في بلادهم يأمرون. أسمعوا صلاح الدين من القبور ينادي، لا تشمتوا بمصركم الأعادي، مصر تنادي بوادي وأنتم بوادي، متى من غفلتكم تستيقظون؟ أين كلامكم الذي ترددون؟ مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، أكان كلاما به فقط تتغنون؟ وحسرتاه عليكم يا مصريون، أتنتظرون مصطفى كامل وسعدا من قبورهم يخرجون؟ ارفعوا راياتكم، مارسوا حرياتكم، كونوا لأعداء السلام مواجهون، أسقطوا عن وجوهكم ستارها فما رأينا بواسل أبدا يتخفون. دقت أجراس الخطر، فماذا تنتظرون؟ شكرا. يعني أنا بصراحة أرفع القبعة، يعني أنت فعلا تستحق كل تقدير على القصيدة دي، قصيدة بتجمع كل المقاومات. أنا مش هقول رأيي فيها الأول، أنا هسمع بس آراء الضيوف وبعدين هقول لك أنا رأيي بوصفي متخصص في اللغة العربية. أستاذة ميرفت، إيه رأي حضرتك في القصيدة كقصيدة وكإلقاء؟ هي ما شاء الله عليها دنيا معروفة في المدرسة بإلقائها المتميز، وإن شاء الله يبقى لها مستقبل كويس. والقصيدة كمان هي يعني بتتجه انتماء خالص، يعني بتدعو الانتماء، بتدعو الثورة بقى، ان يعني الناس اشتغلوا بقى، تدعو للعمل طبعا، مش يعني عايزة ثورة تكاسل. في العمل، يعني ثورة في العمل، ثورة في العمل بالظبط كده. طيب أمال، أنت فنانة بترسمي والفنان قلمه هو ريشته، لو مسكت الريشة بتاعتك عشان تعبري عن المضمون اللي في القصيدة بتاعت دنيا، هترسمي ايه؟ هرسم ايه؟ يعني قولي لي كده المفردات بتاعت الصورة هتبقى ايه؟ هرسم الشعب بيقوم تاني، يعني خلاص بقى، يعني هرسم الشعب. هترسمي شعب؟ الرموز، يعني مثلا هترسمي شعب رايح فين بقى؟ رايح يعني بيتحرك بيشتغل بدل ما احنا يبقى واقفين عمال مكاننا. لابسين بقى ايه، لبس الايه، العمل، وناس ماشيه شنطه العمل، تمام. هشوف وفي الحاله دي هنرسم مداخن ايه بقى، ايه مداخن مصانع، مداخل صح مصانع كده، ونرسم الناس دي كلها تنتمي لمين، لمصر يبقى طبعا، لازم الناس دي كلها تحت ايه، تنتمي رعاية تحت، مصر، يبقى علم ايه، مصر علم مصر. انا بفكر معاكي في المفردات، وان شاء الله تبقي تعملي اللوحه ديت وتبقي توريها لنا بإذن بعدين، الله بعد يعني براحتك، معاكي وقتك زي ما انت ايه عايزه. إن شاء هترسمي الله. فيها طب الرموز القديمة اللي ذكرتها، ولا احنا عايزين ان الرموز دي تبقى دافع وحافز لينا، يعني ما نقعدش نقول احنا عندنا الاهرامات، ما نقعدش نقول احنا كان فينا سعد وكان حضارة فينا 7000 سنة ونفضل واقفين قدامنا تمام كده، بنفتخر يبقى احنا بالماضي. عايزين نتحرك وتبقى رموز ايه، حديثة. القصيدة بتاعتك يا دنيا يعني جميلة من مختلف النواحي، ولو كانت بتدرس في الكتب قصيدة زي ديت لشاعر ما، كان ابسط مثال كان هيقولوا لما يجوا يحللوها، القصيدة دي فيها كل حاجة، القصيدة دي فيها سياسة من خلال الوطنية، واستنكار موقف المتقاعسين،
الذين كما قالت أمال يعيشون على أمجاد الإيه؟ الماضي. فيها جغرافيا ذكرت فيها دول والمصير السيء التي تعرضت له هذه الإيه؟ الدول نتيجة الثورات ونتيجة المشاكل اللي فيها. وفيها تاريخ من خلال تأريخ لثورة 25 يناير ومن خلال مصطفى كامل وسعد زغلول. فيها علم نفس لأنها بتلعب على وتر الوطنية، فيها حس وفيها تحضيض وتحفيز للمصريين بأن إيه؟ بأن يعمل. وفيها تضمين أو فيها ثقافة تدل على ثقافتك الأدبية، لأنك أنت جبتي بيت شعر من أبيات شاعر النيل حافظ إبراهيم لما قلتي مصر التي في إيه؟ وفي أنا مش هو الشاعر حافظ إبراهيم ولا مين عشان أنا مش متذكر بالظبط، بس يعني فيها ناحية اللي هو بيقولوا عليه التضمين أو الاقتباس من الشعر الإيه؟ القديم، فحاجة جميلة وحقيقة عليها. نيجي بقى على إلقائك، أنا كنت حاسس فعلاً ان انت كمان فيها، يعني يمكن زملائي في القناه هيفهموا الكلام دوت، يمكن فيها حاجه اسمها تراسل الفنون. يعني ايه تراسل الفنون؟ يعني القصيده بتاعتك هنا فيها لقطات سينمائيه، انت بالظبط كانك كنت مثبته الكاميرا بتاعتك على وش الشعب المصري او الجزء المتقاعس فيه، يمان بحب مصر وعماله تكلميهم، وطبعا كلامك كله موجه ليهم، ويبقى معناها كده ان الكاميرا كانت ثابته على ايه؟ على وجوه مين؟ على وجوه الايه؟ الشعب. يعني قصيدتك فيها نواحي كتيره وحاجات كتيره، ولو اتعرضت للنقد الحديث هيتقال فيها كلام كتير. ويمكن انا مش شاعر متخصص، بكتب شعر بس مش متخصص بالدرجه اللي هي، بس بقول اللي انا حسيته واللي ممكن يعني كتير من المشاهدين يتفق معايا في حاجات ويختلف معايا. الخلاف في الراي لا يفسد للود ايه؟ قضيه. نرجع من فن لفن، بس قبل ما نرجع للفنانة هنسأل الأستاذة ميرفت سؤال مهم قوي. نرجع على الأنشطة الصفية اللي حضرتك قلتيها. أولا أنت عايز حضرتك تفهمي المشاهدين يعني إيه المعلم الماسي؟ ما هو يعني ده من صميم حلقتنا، لأن حلقتنا عن الأنشطة، والمعلم الماسي يعني معناها مش معلم مثالي في أخلاقه وبس وحاجات، لا ده حاجة مرتبطة بصميم بالأنشطة المدرسية أو الأنشطة الصفية. اشرحها لنا كده في عجالة سريعة وتقولي لنا أنت عملتي إيه. المعلم الماسي معلم متميز، معلم بيعرف يدير حصته كويس، بيقسمها صح، بيستخدم استراتيجيات جديدة في الحصة، بيفعل كل أنشطة ممكنة داخل الفصل، بيشغل البنات أو إذا كانوا ولاد بيشغلهم جوه الحصة، بيبقوا الاتنين حاجة واحدة، بيقرب لهم، بيكتشف بيهم، بيكتشف منهم يعني اقول لحضرتك ايه المواهب. مش معلم اللي ممكن تقليدي، ما بيشرحش كده تقليدي، متميز. لا مش ماسك تباشيره واقف لا على لا السبوره، لا خالص. ماشي، ده المعلم الماسي. بيستخدم كمان التكنولوجيا، لو اتاحت له انه يستخدم التكنولوجيا الحديثه يستخدم اللي هي وسائط في معمل زي الاوساط، معمل السبوره الذكيه بالظبط. لا السمارت ممكن كده زي الشفافيات بانواعها الحراريه او غيرها، احنا بنعملين هنا شفافيات. طب تعرضي لي حضرتك حاجه كده للمشاهدين من الحاجات اللي ممكن بتستعمليها حضرتك في بص في الاعمال حضرتك بتاعتك. هو حضرتك طبعا نعرضها طبعا، هو انا جغرافيا اصلا، يعني سلاحي الوحيد في الحصه الخريطه. الخريطه عندي دي خريطه صماء بيتم استخدامها بطريقه كويسه جدا. الخريطه دي انا مثلا بعرض يعني الدرس اللي احنا الدرس نعزلها كويس كده تمام. الدرس اللي احنا عملناه في المعلم الماسي كان درس عن الاقاليم المناخيه، ده كان بالنسبه معاكي حضرتك وسائط لي. هنا مثلا دي خريطه، قلنا حضرتك دي خريطه صماء كده زي ما احنا قلنا. انا في خلال شرحي مع البنات بخليهم يعملوها بالمنظر ده. يعني ده نشاط بقى البنات، ده نشاط البنات اللي بيلونوا اللون تمام. انا ازاي فهمت بقى؟ حضرتك يعني مثلا ده بيتم توزيعه طبعا عليهم في الاول في اول الحصه. الاقاليم 4 اقاليم مناخيه عندي في مصر، فكل ما بستعرض اقليم مناخ معين بيبقى البنت معايا من خلال طبعا السبوره، من خلال الخريطه المعرضه معايا او الشفافيه اللي موجوده، ومثلا معايا حددي الاقليم بحر المتوسط، فبيتم تحديد اقليم بحر المتوسط مع البنات كلها. والبنت الحته اللي البنت هتلونها بايديها حفظتها بالظبط كده، حفظت دي ايه وتعرف لو جات لها خريطه صماء تعرف مش ممكن تنساها إيه؟ خاصه كمان بيبقى في تعلم تعاوني، بنت مثلا معهاش خريطه، في ممكن يكون 3 4 اتنين قدام واتنين جنبيهم تاني ممكن يشتغلوا مع بعض في نفس الخريطه. ده مبدا لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادها. تمام، علمني. ده بالنسبه لحاجه زي كده، ده طبعا من خلال الدرس بيتم شرح الكلام ده. في بقى كمان ممكن نعرض بعض الشفافيات، نعرف لو هو لو حاجة هو عليها علم مصر كده، يعني انا ده علم مصر، ده الحاجه اللي عليها علم مصر حاضر اصلا هنعرضها. يعني
هنا مثلا لو انا عايزه اوزع الصناعات كوطن عربي كماده جغرافيا عامه بقى، جغرافيا سنه تانيه مثلا كده، لو عايزه اوزع الصناعات الموجوده عندي في الوطن العربي برضو دي عن طريق الشفافيات اللي بتتعرض بالاوفر هيد. البنات برضو بيكون معاهم خريطه مماثله زيها بقى في الرسم زي امال بالظبط، ينفعوا بقى في الايه في الحاجات دي. يعني كل الانشطه بتخدم على ايه؟ على بعضها، على بعضها، كله بيخدم بعض. تمام. وانا يمكن ليا يعني عايز اقول حاجه هاخدها من كلام حضرتك وانت بتعرضي، ان اذا كانت الجغرافيا في تعريفها هي علم طبيعه الارض او هي علم تحديد طبيعه الارض، اعتقد ان الانشطه المدرسيه هي علم تحديد طبيعه الاشخاص، الاشخاص نفسها. يعني انا استكشفت بناتي، خلاص عرفت ان دنيا دي في الصحافه، عارف انا لما احب دنيا دي يعني استخدمها في تعلم ناشط يبقى دنيا ديت، او في الاذاعه المدرسيه يبقى دنيا دي لما تقعد في المجموعات هتبقى هي المتحدث باسم المجموعه. عندي الرسام بتاع المجموعه هيبقى ايه؟ هيبقى امال، وهكذا. يبقى انا بستكشف. هما كلهم بصراحه بيشتركوا كحصه، المفروض الحصه بتكون متكامله. يعني حضرتك ممكن كاني هعرض بقى المعلم الماسي ازاي الشغل تم. اولا المعلم الماسي دي مسابقه كانت معموله على مستوى الجمهوريه. تمام. من خلال مركز الاستكشافي للعلوم. الماسه دي هي الجائزه ولا الماسه الجائزه وشهاده تقدير؟ شهاده تقدير وشهاده تقدير. بس طبعا الماسه دي المعلم الماسي ده كان تحت اشراف الدكتوره. طبعا الماسه دي حاجه معنويه، انا بهزر اكيد حاجه معنويه يعني. الدكتوره عبير عراقي مدير عام الاداره المدارس الاستكشافيه كلها بتاعه الجمهوريه. تمام. هي اللي عملت المسابقه دي، ومن خلال طبعا على النت ومن خلال الموجهين. نخش بالشهاده بقى، احنا عايزين النتيجه بتاعتنا. فين شهادتنا اللي خدنا بيها المعلم الماسي؟ طيب نعرض على ما نشوفها، على ما نشوفها نعرض حاجه ثانيه على ما نشوف الشهاده. خلاص احنا شفناها قبل الحلقه يعني، بس عشان ما نقعدش ندور ايه، ندور عليها. أيوة. ماشي. طيب الشهاده دي المعلم الماسي اكتر من واحد ولا هو واحد بس فقط على مستوى المسابقه اللي اتعملت؟ المسابقه يعني كنا حوالي 202 اعتقد، يعني المفروض يبقى في خمسه على الاقل بالظبط. ده يعني مثلا كدراسات اجتماعيه ظهرت مدرسه قبلي، وده كان انا علشان دراسات، انا مش دراسات اجتماعيه، انا جغرافيا. طيب. نعرضها. طب فهنا دي كده ماشي، لكن كرمونا نشوف ايوه التكريم في كاليفورنيا التاني. بعتوا لنا شهادات. اه دي برضو اتبعتت لنا. قولي حضرتك اشرحي. كمعلم يعتبر مركز اول في ماده الجغرافيا تخصص بقى على مستوى الجمهوريه. طيب انا هرجع يعني كده احنا يعني عرضنا الجزء الخاص بالمعلم الماسي، وعرضنا جزء من تقنيات حضرتك في الحصه لعرض استراتيجيات التعلم النشط. هرجع لحضرتك تاني، بس هرجع لامال عشان اكمل، لان في جزء قوي في موهبه امال انها بتحب ترسم كاريكاتير. وبرضه احنا يا جماعه من لا يشكر لا يشكر. يعني لو انا سالت امال انت يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى انت بتديني لمين بالفضل في موهبتك، في تشجيعك على مواصله الموهبه او كده؟ قولي اسماء مفيش مشكله. يعني بابا طبعا، بابا وماما دول الاساس. والعيله بقى بيساعدوني كتير جدا. في المدرسه جداً. في حد معين يعني تحس ان هو ساعدك في المدرسه؟ طيب دنيا في حد في المدرسه ساعدك؟ وطبعا بعد بابا وماما، احنا عارفين ان الاسره دي لو ما كانتش الاسره مشجعه ما كنتش هتبقى قاعده قدامي دلوقتي في هذا البرنامج، صح؟ الاسره هي العامل الاساسي في الموضوع. بس برضو من حقك تقولي بابا وماما عشان خاطر تاخدي بابا وماما اكيد طبعا. ومين في المدرسه من الناس اللي انا الاول بدات بالنسبه لموهبه الالقاء والصحافه وكده والاذاعه، انا بدات من ابتدائي. كانت المعلمه بصراحه اللي هي ليا من ابتدائي اللي هي الفضل الاساسي استاذه ايمان سالم، دي مدرسه لغه عربيه هي اللي اكتشفتني يعني. تمام. يبقى احنا بنشكر على الهوا كده استاذه ايمان سالم. ليه لحقها؟ لان هي اللي صنعت هذه الايه الموهبه. ممكن يكون احنا ما عندناش وقت كتير او ان احنا نعرض يعني موهبه دنيا كلها. دنيا على فكره كان عندها حاجات كتيره، بس يمكن الوقت مش يعني عشان خاطر عندنا فقرات اخرى، عندنا فقره ابتكاريه بعد الفقره ديت. فهنرجع بس الجواب يبان من عنوانه، القصيده والالقاء اللي انت قلتيه كان ممتاز، والامال الرسم والحاجات، انت بتتميزي طبعا في فن الكاريكاتير، وعارف ان انت كنت عامله كاريكاتير عن الحقيبه المدرسيه وجايبه واحد شايل دولاب كده طالب وشايل دولاب، وده فعلا انا حاجه بقولها على الهواء وبوجهها فعلا لمعالي وزير التربيه والتعليم وكل القائمين على التعليم في مصر، يمكن مش عشان خاطر اماله بس، عشان خاطر كل بناتنا. يعني كل بناتنا بتعاني من الام في العمود الفقري، بناتنا واولادنا، والتهابات في الاعصاب بسبب يعني معانا الصوره هي بتاعت الكاريكاتير موجوده على الهواء، طالب شايل دولاب طبعا بتاع بيتهم. ويعني عايزين نخفف، يمكن وزير التربيه والتعليم الحالي
قال ان هو هيلجا الى التكنولوجيا، هيلجا الى الوسائط الالكترونيه، ويا ريت يبقى في وسائط الكترونيه، لان عيالنا مش قادره تشيل الشنطه. والله انا لا ابالغ لو قلت ان انا لو ينفع ان انا اودي بنتي كل يوم المدرسه اشيل شنطتها لغايه ما اطلعها لها في الفصل، مش دلع ولكن اشفاقا عليها وعلى ظهرها وكل بناتنا. انا في المدرسه يعني عندي لما بيبقى في طالب وبقولها ولا اخجل في ذلك، يعني لو في بنت ما بتقدرش تشيل الكتاب عندها مشاكل، والله خلاص مش مشكله، ما تجيبيش الكتاب وهنتصرف، هجيب لك انا كتاب من المدرسه هنا تبص ايه، تبص فيها اجيب لها الكتاب بتاعي عشان ما تشيلش. فيا ريت نحاول نخفف احنا كمدرسين ما نتشبث بموضوع الكتب قوي ونقعد يعني نتكلم الطالب. لازم نفرق ما بين الطالب اللي هو بيتمارض وبين الطالب اللي هو المريض فعلا. هرجع لحضرتك في نقطه مهمه جدا قبل ما نختم حلقتنا، نقطه مهمه قوي يعني، او قبل ما نختم الجزء والفقره ديت. المعلم، معلمين المواد الاخرى بيبقى ليهم اعتراضات على طالب الانشطه في ايه؟ يعني ايه قانونيه النشاط بالنسبه للطالب؟ هل النشاط في حصه النشاط فقط، ولا الطالب يقعد كل الحصص يتنطط ويقول انا عندي رسم، وبعدين ينزل يقول انا عندي مش عارف تربيه رياضيه، يعني لوحده بعيدا عن الفصل؟ ما هو بص حضرتك، هو ما ينفعش برضو ان انا اخلي الطالب يسيب حصته وينزل على طول باستمرار للتربيه الفنيه او التربيه الموسيقى او التربيه الرياضيه، لان كده هو بيفقد حلقات كبيره جدا من اللي بتحصل في الحصه. يعني مثلا بيفوتوا رياضيات، بيفوتوا جغرافيا، بيفوتوا تاريخ. يبقى النشاط، النشاط حضرتك احنا في وقته في حصص مخصصة للأنشطة اللاصفية. خلاص هي صريحة، النشاط في وقت النشاط طبعا. بس هنا في حضرتك في حاجة، في حضرتك مستمرة معانا، ما فيش مشكلة مستمرة معانا، لكن طبعا احنا نشكر البنات عشان خاطر فقرتهم انتهت. اشكر امال على رسوماتك الجميلة وعلى تشريفك لينا وعلى موهبتك. يمكن كان في كلام كتير قوي عايز اقوله لك، دراستك هتبقى ايه والحاجات دي، بس طبعا وقتنا، فبنشكرك جدا. تحبي تقولي ايه قبل ما نختم الفقرة بتاعتك؟ احب اقول بس ان الرسمة اللي انا كنت رسماها اللي هي اللي كان فيها فيسبوك وتويتر وكده، وفي واحده تانية اللي هي كانت بتاعه المرتب، تمام، دي انا مش عاملاها يعني. لا انا عارف ان دي مش رسوماتك انت نقلاها. انا كنت واخداها من فيسبوك عشان بس ايه ما اخدش حاجات حد. انا قلت، انا قلت انت بتحبي تشوفي حاجات، انا قلت انت جايباها من على جوجل، انا قلت طبعا حاجه نوهت عن حاجه زي كده. تمام، متشكرين لوجودك معانا. دنيا تحبي تقولي ايه؟ اول حاجه اللي بيسعدني النهارده لا كنت مع حضرتك، وفرحانه جدا ان انا مع حضرتك النهارده. ربنا يكرمك يا دنيا. وبالنسبه للنشاط بتاعي انا، الصحافه والاذاعه المدرسيه دي يعني مش مجرد نشاط بالنسبه لي، يعني حاجه اساسيه في حياتي. بحب الاذاعه جدا، بحب ان انا اقلد مذيعه مثلا كده. انا امنيه حياتي ان شاء الله ان انا يعني اكون بجوار ان انا اكون دكتوره، ان انا اكون ان شاء الله في الاذاعه وكده، يعني اذاعه وتلفزيون. ان شاء الله نفسك تبقي تطلعي ايه؟ دكتوره. نسيت اسال امال، انت نفسك تطلعي ايه؟ يعني نفسي اطلع رسامه ان شاء الله. يعني انت نفسك تطلعي رسامه، بس دراستك هتخشي فنون، غيرتي رايك هتخشي فنون تطبيقيه وفنون جميله، ولا رسامه دي جنب حاجه يعني تانية؟ يعني جنب حاجه تانية، ان انا يعني برضو مش يبقى انت عايزه، انا خلاص فهمت، انت عايزه الرسم غايه موهبة وليس وسيله، وليس غايه وسيلة. انت عايزه الرسم اللي بتحبيه لي لايه؟ للرسم. بشكر امال اشرف، طالبه في الصف الثالث الثانوي. خلاص احنا هنتكلم على السنه الجديده بقى مش اللي فاتت. طالبه في الصف الثالث الثانوي، علم ولا ادبي؟ ادبي ان شاء الله. في الصف الثالث الثانوي ادبي، وبشكر موهوبه طبعا في فن الرسم، وبشكر دنيا عريش طالبه في الصف الثاني الثانوي موهوبه في الاذاعه والشعر والالقاء. شكرا لكم، شرفتونا. شكرا لحضرتك اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم، انتظرونا.